طرحنا معكم قبل الخروج الفاصل شيخنا الحديث عن المسائل العقدية المعقدة التي رسخت وأسست لهذا الالتباس في العلاقة بين سنة وشيعة. مسائل الاعتقاد في الإمامة، مسائل الاعتقاد في أحقية الإمام علي، رفضكم يعني وصدامية الفكر الشيعي في علاقة بسيرة الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق، عثمان، وقبله طبعا عمر بن الخطاب. هذه قصة لعنتكم للخلفاء، قصة لعنتكم للسيدة عائشة زوجة النبي. يعني هذه الالتباسات التي صنعت مناخ التكفير المتبادل، مناخ التكفير المركز عليكم من طرف السنة وعديد الكتابات والقراءات السنية. جميل. دون الخوض في التفاصيل الجزئية لأننا قد نختلف في بعض ما ذكرتم، هذه قصة 14 قرن لن تستغرقها ربع ساعة في برنامج. أصل الفكرة هناك تاريخ قسم كبير منه مشترك. أنا كشيعي عندي قراءة خاصة لهذا التاريخ، وعندي مخرجات لهذا التاريخ. هذه المخرجات بعض الشخصيات لي تقييم إيجابي لها، وبعض الشخصيات لي تقييم سلبي لها. هل من حق أي طرف أن يمنعني من أن أقدم قراءتي الخاصة للتاريخ أم لا؟ طبيعي أي عاقل إذا وجه له هذا السؤال سيقول لك الحق. هذا الطرف الذي ذكرته يمنعني من أن أقدم موقفي من بعض الخلفاء. في المقابل هو عنده موقف سلبي يفتخر به من عم النبي صلى الله عليه وآله أبو طالب، ولعلك تعلم أنه شبه إجماع سني أنه في النار من جد. مات مشركا ولم ينطق بالشهادة. هذه بحسب قراءتك، بعض قراءة تاريخية. بالنهاية قراءة تاريخية. أنت تعطي لنفسك الحق أن تحكم على عم النبي أنه في النار، ولا تعطيني الحق أن أحكم على أي شخص بما أراه أنا أهل له. تحكم على عم النبي في النار، ووالد النبي في النار، وأم النبي في النار، وجد النبي في النار، لك الحق في ذلك. أنا أقدم موقف لشخصية تاريخية أرى أنها قامت ببعض الأفعال السلبية، أصبح محاسب. أليست هذه قسمة ضيزة؟ ولكن أنت أكثر من أنك تقدم قراءة سلبية، أنت لطفتها. يعني أنت تكاد تخرج يعني علي عمر مثلا من الملة. لو سلمنا بهذا جدلا، لو سلمنا بهذا، أنت أعطيت لنفسك الحق أن تخرج والد النبي، طبعا لا أقصد شخصكم الكريم، أقصد القراءة الأخرى، القراءة السنية. نعم. تعطي لنفسها الحق أن تخرج والد النبي ووالدة النبي من الجنة وتدخلهم في النار، لك الحق في ذلك. لماذا لا تعطي لغيرك نفس هذا الحق؟ أرأيت أن القضية لا توجد فيها مقاييس وضوابط عامة تسري على الجميع. المفروض أنه لكل إنسان الحق أن يقدم قراءته التي يراها صالحة، وأنا لست وصيا عليك وأنت لست وصيا علي. الذي يجمعني بك قبل الإسلام وقبل المذهب الإنسانية، أعاملك كإنسان ولا علاقة لي بما تعتقد. نعم، أنا من باب الاحترام ومن أهم مقوماتي ومبادئ التعايش السلمي أن لا أتعدى على رموزك. عقيدتي شيء، وأن أظهر هذا الأمر وأعتدي على رموزك بما يؤذيك ويثيرك هذا شيء آخر. نعم، كوني أنا عندي رأي سلبي في شخصية من الشخصيات التاريخية لا يعني أن آتي وأجاهر بهذا الرأي وأقوم بفتنة بإحداث بلبلة في المجتمع، لا، هذا الشيء وهذا الشيء آخر. بالنهاية عودا على بدء، لماذا لا يكون لكل منا الحرية في قراءة التاريخ وإعطاء رأيه لكل جزئية من الجزئيات التاريخية؟ ما المعنى؟ هو هذا السؤال الذي في القرن 21 لا بد أن يطرح. ما المانع أن تكون هناك قراءة مخالفة للقراءة السائدة عند عامة الناس؟ ولكن أنت تعيد إنتاج نفس اللعبة، لكن في الجهة المقابلة، يعني عندما تقول ما المانع أن يكون، هم أيضا يطرحون عليك نفس السؤال. يعني يقول لك الآن ما دمت أقليا فأنت تتمترس وراء منطق التسامح ومنطق التعدد ومنطق اسمح لي بمقاربتي والأسمح لك بمقاربتك، لكن لما يستبد لك الأمر فإنك تنقلب أيضا سلطويا تريد أن تفرض قراءتك. يقال أنه حتى في المجتمعات التي حكمت فيها المذهب الشيعي
حتى اسم عمر ممنوع. هذه دعوة تحتاج إلى دليل. كيف؟ والتاريخ يثبت عكسها. الدولة البويهية مثلا كانت دولة شيعية بلا خلاف. أعلى منصب ديني في هذه الدولة كان هو قاضي القضاة، وكان صاحب هذا المنصب القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي. وهذا القاضي في هذا المنصب في هذه الدولة الشيعية كتب كتابا فيه تقويض لأهم عقائد الشيعة، وهو كتاب المغني الذي جزء من كتاب المغني في الإمامة. ورد عليه أحد شيعي من هذه الدولة وبقي في منصبه، وعاشت الدولة في حالة تسامح. الدولة الفاطمية بعيدا عما كتبه المسلمون سواء من محبي هذه الدولة أو من مبغضيها، والديرنت صاحب كتاب قصة الحضارة هو يصر على أن هذه الدولة كانت نموذج حضاري للتسامح. دعني ولو بإيجاز هذه المسائل الملتبسة في مستوى قصة العقيدة وقصة يعني ألم يحن الآن مغادرة هذه المنطقة؟ لازلنا إلى الآن نقيم حروبا في القرن 21، وأنت تفضلتم يا شيخ بالتذكير أننا نعيش عصرا جديدا، ونعيد إنتاج نفس الصراعات الفكرية المصيبة أنها تنتج اقتتالا ودماء على الأرض حول أحقية الإمام علي بالخلافة بعد النبي. لازلنا إلى الآن نناقش حديث الغدير، لازلنا الآن نناقش يعني ماذا قال الرسول في خم. نعم، أتفق معك في أننا لازلنا نعيش بعقلية العصور الوسطى، وأنا الذي بدأت بهذا الكلام. نعم. وأول خطوة لتجاوز هذه المشكلة هي إرساء التسامح. مثلا الدولة، نرجع إلى الحقوقية، الدولة المدنية عندما أسست في أوروبا ومع عرابها الأول جون لوك، أول أساس أسس عليه جون لوك الدولة المدنية كان التسامح، كان في كتابه رسالة في التسامح على ما أذكر العنوان، وأسس على هذه الفكرة أنه لا بد أن نعيش حالة تسامح مع المختلف. وكان أوروبا فيها اقتتال بين المسيحيين الكاثوليك البروتستانت وغيرهم وغيرهم، وحروب طاحنة. جون لوك قال لن تنتهي هذه القضية، لن يصبح كل المسيحيين كاثوليك، لن يصبح كل المسيحيين بروتستانت، لابد أن نقبل البعض. نحن إذا نريد أن نتجاوز هذه الحالة التي ذكرتم، أول خطوة نعترف ببعض، نقر هذا الاختلاف ونقبل هذا الاختلاف، والنقطة الأهم أن نقبل بعض كما نحن. المشكلة أني أنت تخالفني، لا أقبلك إلا إذا صرت مثلي، وأنت لا تقبلني إلا إذا صرت مثلك، بما أنني مختلف عنك لا تقبلني. الخطوة الصحيحة في الاتجاه الصحيح أن نقر بأننا مختلفون، وأن الإسلام فيه أكثر من قراءة، ونقبل بعض بهذه القراءة.